والله وهلت والبركات في البيت حلت الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعايات بالصبر ما تعب وهتهون ومشاكله معانا اسهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل السيدات وكل الآنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، لكم مني أرق وأطيب التحيات. في المعدة بالذات يتجدد معكم اللقاء لأتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات، وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات، نقدم كل ما هو جديد ومفيد وسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد. لكل من ترغب في حدوث حمل جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، ولكل من رزقت بمولود جديد، هنا وهنا بس في بشرة خير هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة، وعد ان ده اكيد. في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على ارقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة. يمكنكم التواصل معنا عبر رسائل SMS او عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك. لو سمحتوا هبتدي الحلقة بالكلام حوالين صفحة البرنامج على الفيسبوك. انا الحقيقة لا اخجل ولا افعل شيء مخجلا عشان اتكسف منه، فهقرا لحضراتكم عينة من اللي بيوصل لي. اولا بالنسبة لصفحة البرنامج على الفيسبوك، دي صفحة انشئت لسهولة التواصل مع ليس مريضات العيادة، فمريضات العيادة عليهم الاتصال بالعيادة. اتنين، للحصول على اجابة لتساؤلات في مجال علم امراض النساء والتوليد من خلال حلقة البرنامج، فالاصل في صفحة البرنامج هو الاجابة على التساؤلات خلال حلقة البرنامج. نظرا لكم الأسئلة الكتير حاولنا أن نجيب على التساؤلات، فور وصولها. هذا محاولة للوصول أكتر، وليس هذا هو السبب في إنشاء الصفحة، فالأساس الإجابة على الأسئلة داخل حلقة البرنامج. ترتب على هذا أن الجميع يعتبر أن هذا حق وأن هذا واجب مشمول النفاذ أن يرسل رسالة فيتم الإجابة عليها بعد دقائق، فإذا لم يتم الإجابة عليها بعد دقائق يتم إرسال الرسالة مرة واثنين وثلاثة واربعة، ثم رسالة ألو ألو رد يا دكتور. تمام، أرجو استخدام الوسيلة من فضلك بعد إذنك في التحدث، ده واحد. اتنين، مجرد ما أجيب ألاقي رسالة أخرى، طب وأعمل إيه؟ أكن ده محادثة متناقلة بين طرفين. رجاء اعتبار أن ما أجيب عليه دائما هو الرد النهائي الذي تم بعد دراسة الكلام المعطى تماما، وأنني لا أمتلك أي رد آخر، فبإعادة الإرسال لن يحدث إجابة بمرة أخرى. هقرأ لحضراتكم رسالة بالضبط من اللي أرسلت لي، وعايز حضراتكم تشوفوا الرسالة. كانت بادية بأن أنا عندي ارتفاع في هرمون اللبن وباخد علاج كتير لهرمون اللبن، وبعد ما باخد علاج لهرمون اللبن بيفضل هرمون اللبن عالي، فجاوبت أن رجاء التعامل مع مستوى أعلى من الأطباء عشان بيان سبب ارتفاع هرمون اللبن وعلاج جذري له، لأن طالما بيرتفع تاني في سبب خفي. فكان الرد بعديها بساعات مستوى أعلى من الدكاترة، الدكاترة الأكبر هيبقوا مكلفين أكتر، وأنا مش في طاقتي أن أنا أدفع فلوس كتير. فرديت طيب بإذن الله ربنا يبارك لحضرتك في الدكاترة اللي بتتعاملي معاهم ونرجو أن ده يجدي. فكان الرد هو ده اللي أنت بتقوله، هو ده ردك، اللي يشوفك في التلفزيون ما يقولش أن ده ردك. لو سمحتم أنا بأتلقى كثير من الكلام اللي بحاول التسامي عنه، اللي يشوفني في التلفزيون يلاقي أن أنا بساعد الناس كلها، بساعد من أعرفه وما من لا أعرفه، ورجاء أي رسالة لن أصف دواء لأن ده مش مطلوب، ولأن ده مجرم بالمناسبة أن تصف دواء بالاسم لحالة أنت ما شفتهاش. إحنا بنتكلم في قواعد عامة، أنا باخد تنشيط للتبويض، تنشيط ينفع لحالتي، العلاج يجب أن يكون في خطوات 1 2 3، هل حالتي ينفع عليها إجراء منظار، كل دي هجاوب عليها لأن دي عموميات. تمام، أما التدخل فوصف لي اسم دواء بالاسم
هذا يجب أن يعزى لطبيب متابع. تمام؟ ولما أقول للناس تعاملوا مع مستوى أعلى من الأطباء، أيوة، لأن في أطباء أكثر خبرة، فأنا يجب أن تبحث عن حد أكثر خبرة. ولما حد يقول لي إيه رأيك في العلاج اللي أنا باخده، فأقول لرجاء التعامل مع مستوى أعلى من الأطباء، يبقى مفهوم إن أنا قصدي إيه. فناخد مثلا على سبيل المثال الرسالة دي، البرولاكتين 11.3 والبروجستيرون 4.7، هل هذه النسب طبيعية وجيدة خاصة البروجستيرون؟ لأن عملت سونار في اليوم الثاني عشر وكان عندي بويضة، هذا ما قيل لها، بحجم 19 ملي، وفي اليوم 21 بدأت تنزل مع إفرازات بنية متواصلة لحد اليوم الذي يوافق اليوم 23 من الدورة، مع العلم أن دورتي سابقا منتظمة كل 28 يوم، المفترض تنزل يوم 27.1، فهل الحاصل معي طبيعي ولا يوجد خلل ما؟ وطبعا عارفة أن أنا هارد بأن يجب متابعة طبيب متخصص، فبتقفل الباب عليا وتقول لي مع العلم أنني أتابع مع طبيب متخصص وأخبرني بأن كل شيء طبيعي. طب أنا أريد أن أخبر حضرتك أن تحليل البروجستيرون الأربعة شديد السوء، مش سيء، شديد السوء، وأن كل شيء لو التحليل ده صحيح مش طبيعي، ويبدو أن التحليل صحيح. ليه يبدو أن التحليل صحيح؟ لأن نزول دم، قطرات دم بدءا من معاد التبويض حتى وقت نزول الدورة، علامة من علامات ضعف بطانة الرحم، وهي لها سبب رئيسي وهو ضعف هرمون البروجستيرون اللي معناه ضعف وسوء نوعية البويضات. والحقيقة الرقم بتاع البروجستيرون 4.7 يشير أنه لا تبويض، وقلنا قبل كده أن التبويض أو الذي يرى بالسونار ويقال عنه بويضات هي أكياس، قد تحمل بويضات وقد لا، وقد تخرج وقد لا، وقد تكون جودتها جيدة وقد لا، والدل على هذا هو الهرمونات. أما السونار فهو وسيلة لأننا نراضي الستات بكلمات. طب ليه دكاترة النساء ما بيعملوش تحليل الهرمونات؟ لأنها غير مربحة ليهم، لأن الفلوس بتاعتها مش رايحة لهم بالآخر بقى كده، تمام؟ وبالتالي سيعتمدوا على السونار ومش هيعتمدوا على التحليل، وبالتالي هذه التحاليل ليست جيدة ولا كل شيء طبيعي. هذه التحاليل للأسف سيئة، وقد نقول إنها شديدة السوء وفي ضعف واضح في نوعية وجودة البويضات. برضو بعد ما ولدت بعد الأربعين خدت وسيلة برشام لمنع حمل، حصل نزيف ورحت للدكتور اداني استرونيت وفرضه، بفضل ينزل دم وقال لي محتاج عملية تنظيف رحم ومفيش حل تاني غير العملية. أيوة، إذا استمر حدوث نزيف مفيش حل تاني غير إجراء عملية كحت لبطانة الرحم. بس نقول لحضرتك وللسيدات، هذا هو العيب الرئيسي والسايد افكت، الأثر الجانبي الرئيسي لنوعية منع الحمل اللي حضرتك اخترتيه. حضرتك رحتي وقالوا لك ايه تختاريه من منع الحمل، قلتي ان انا مش عايز اركب لولب، وقلتي ان انا عايز اخد اقراص، واقراص تنفع مع الرضاعة، وهذه الاقراص التي تصلح مع الرضاعة العرض الجانبي الرئيسي منها هو ما تعانين منه، فكان يجب ان حضرتك يتقلك الكلام ده وتبقي حضرتك متحملة نتيجة اختيارك. طيب ناخد زينب. ماشي، ما فيش مشكلة. زينب اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. بفضل حضرتك يا دكتور اسألك سؤال. اتفضلي. كنت عملت عمليتين الورم الليفي، وبعدين العملية الثالثة كانت كحت، وبعدين استخدمت السيدولوت نور ده مدة طويلة، واخر مرة استخدمته لمدة 3 شهور. حضرتك عندك كام سنة؟ لمدة 6 شهور. 43 سنة. 48؟ 43. وشكوى حضرتك ان في نزيف يعني؟ لا يا فندم، انا المفروض ان انا اخد السيدولوت نور دوت 6 شهور وبعدين ابطله 6 شهور، فعايزة وسيلة بين ال6 شهور دول وال6 شهور التانيين عشان ما يحصلش حمل. تمام، هايل. يعني حد مفهم حضرتك انك ممكن يحدث حمل وانت 43 سنة واجرتي جراحتين قبل كده لاستئصال ورم ليفي، واحد فاهم حضرتك الكحت طب اتعمل ليه بقى؟ كان في سماكة كده يعني بطنة الرحم كانت سميكة شوية. وحد كمان مفهم حضرتك ان السيدولوت اللي انت بتستخدميه ده مانع للحمل، ففي ال6 شهور اللي حضرتك هتوقفيه عايزة حاجة تمنع بعيدا عنه، لان هو خلاص ما بقتش يستخدم المانع، مش كده؟ ايوه يا فندم، هو ما بيمنعش الحمل.
ما حصلش حمل يا فندم في الـ6 شهور دول. هو مش لازم انه ما حصلش حمل لان هو بسببه، ما حصلش حمل لان حضرتك سنك بقى كبير، لان حضرتك عندك نفاس في مخزون المبيض من البويضات، لان حضرتك حصل لك التصاقات بسبب الجراحات اللي اجريت مرتين بفتح بطن فاحدثت التصاقات وانسدادات في الانابيب. كنت عاملاها بالمنظار يا دكتور. كان معمول لي العمليات بالمنظار. وحجم الاورام اللي فيها كان قد ايه؟ مش كتير يعني، مش كبير قوي. لا اللي هو كام يعني؟ اللي هو كام يعني؟ مش عارفه احدد لحضرتك يعني السمك بتاعه، بس كان حاجه مثلا اكبر من ليمونه شويه. اه فندم، هو ده مش طب يا فندم، اكبر من ليمونه ده في سوق الخضار، كويس؟ الطب بقى ما فيهوش قد الترمسه يا دكتور، وقد البسلايه يا دكتور، وقد حبه العدس يا دكتور، كل ده الكلام ده بنسمعه كل يوم، ها؟ وقد البيضه الصغيره، لا دي مش البيضه البلدي، ده بيض المزارع، لا ده قد الاستفندية، لا البرتقانه، ده قد الليمونه، كل ده مش طب، الطب فيه حجمه 2-3 سنتي. ويا فندم المنظار فاهم عنينا بقى يا دكتور. نعم حضرتك فاهم. حضرتك فاهم عنينا. انا فاهم بقى، لكن احنا ما بنعرفش نحدد. انا فاهم بس مش ساحر، مش هعرف لما حضرتك تقولي اقوم اتخيل وتنبأ هو كان حجمه قد ايه، تمام؟ لازم حضرتك اللي في جسم حضرتك اللي عملتي عليه عمليات، لازم حضرتك تبقي عارفة هو قد ايه، تمام؟ والسيدولوت نور يا فندم ليس مانعا للحمل. طب استخدم ايه يا دكتور؟ لولا بهرموني. لولا بهرموني. لولا بهرموني مفيش برشام يعني ينفع؟ شكرا يا فندم. ماشي يا فندم، شكرا. نعم. اللولب الهرموني هو يقلل كمية دم الدورة، ويقلل عدد أيامها، ويقلل احتمالية حدوث سمك في بطانة الرحم، والبرشام أكيد غير مناسب لسيدة عمرها 40 سنة، لكن هذا هو رد الفعل المصري. أنا بس سايب حضراتكم تشوفوا النقاش بيبقى إزاي. الحل هو لولب هرموني. مفيش برشام؟ تمام؟ طيب معنا أميرة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، أنا عندي 29 سنة وعندي بيبي 5 سنين، وكنت قبل كده حصل حمل مع اللوب ونزل وعملت عملية تنظيف، وتابعت بعديها العملية كانت سليمة، بريد منتظمة من ساعتها. أنا بقالي حوالي أسبوعين، كان يعني أنا جاتلي بريد آخر مرة يوم 13/1، قبلها بيوم كان حاسب ألم من ناحية المبيض اليمين، قلت عشان هي تنزل، ونزلت وراح الألم. بعدين من كام يوم برضو كده حصل لي الألم. أنا عندي كان التهابات جامدة مهبلية. رحت لدكتورة النساء، بصت عليها من منظار من تحت، ودتني قالت لي، وكنت قبليها استخدمت لبوس، قالت لي اللبوس اللي استخدمتيه ده عمل زي كي كده نوع معين، يعني استخدمته يعني يومين، فادتني بداله لبوس تاني مدة قالت لي 5 أيام، ودواء اللي هو يعني المادة الفعالة بتاعت اللي هو زي فيها بتاعت الأميبا والحاجات دي، والدواء التاني اللي هو زي اللي هو فلوكوزيل أو كده المادة الفعالة بتاعته. وقالت لي مع الألم ده نتيجة كده، عملت سونار، الدكتور قالت لي إن في بويضة نازلة من المبيض اليمين، لسه هي بتنزل لحجمها 21.5. هو دلوقتي بقالي يومين من بعد السونار وبرضه لسه الألم عندي. انا بستخدم ما بستخدمش حاجه من الحمل، كنت بستخدم كونتراسيت بس اللي هو يعني لبوس موضعي مع العازل يعني. وكنت عايز اعرف هو سبب الالم ده حوض ولا مبيض ولا ايه السبب بتاعه بالظبط يعني. يعرف سبب الالم، الوحيد الذي يعرف سبب الالم هو طبيب جيد يجري لحضرتك، طبيب جيد متخصص متمرس يجري لحضرتك سونار مهبلي، هو وهو فقط من يعرف، طبيب جيد متخصص ومتمرس، مع العلم أن الالتهابات المهبلية ليست السبب على الإطلاق فيما تشعرين به. طيب عايز كنت عايز حضرتك في حاجة تانية. هو أنا كنت عاملة عملية شايلة الغدة الجار درقية بقالي 4 شهور، وباخد كالسيوم وباخد حاجات تعويضية يعني، الحمد لله التلات غدد التانيين شغالين يعني. فأنا كنت بسأل إن كان بعد كده هل هي تأثر يعني على الحمل ولا مش هتأثر؟ لا تأثير لها. ما هو الهرمون كان نزل بس رجع عالي تاني حاجه بسيطه، بس الكالسيوم في النسبه الطبيعيه. لو نازل يا فندم، ثانيه واحده، لو نازل واستمر نازل وفي مشكله شديده في هرمون الغده الجار الدرقيه، وفي مشكله شديده في الكالسيوم، لا علاقه لهذا بتاخر الحمل او بالحمل وحدوثه واستمراريته ومشاكل اسنانه. طيب ماشي، حضرتك عايزك ان انا اعمل سونار مهبلي اطمن، لكن غير كده ملوش عند طبيب
طبيب جيد متمرس يقول الحق. لو سمحت يا دكتوره، متزوجه بقالي 3 سنوات ونص ولم يحدث حمل، عملنا تحليل الهرمونات اللازمه كلها كويسه، عندي ضعف بالتبويض لكنه يستجيب لمنشط، حجم البويضه بيبقى مناسب، وعملت اشعه بالسبب اكتشفت ان عندي التصاقات في الحوض، اخذت علاج 3 اشهر ولم يحدث حمل، هل يوجد علاج مناسب؟ الافضل طبعا اللجوء المنظار زي ما حضرتك بتسالي، الافضل لجوء المنظار. 3 سنوات واشعه بالصبغه مش مريحه وفي تبويض كويس. السلام عليكم، عندي سؤال عن هرمون اللبن، مع اني باخد علاج بس العلاج يرتفع، عملت تحليل غده نخاميه وطلع كويس، واخر مره عملت تحليل 21 من الدوره وطلعت نتيجه مرتفعه اكثر من ذي قبل وكانت 104. اريد الحل يا دكتور، شور عليا، مع العلم اني لم احمل ابدا وليا 3 سنوات متزوجه. بتقلي هي دي نفس الرساله اللي اثارت الجدل، يجب اخد علاج جيد لهرمون اللبن والاستمرار على علاجه ومتابعه طبيب جيد متخصص اكثر كفاءه عشان يجد سببا لارتفاع هرمون اللبن وعلاجه. انا متشكره لحضرتك كتير. ممكن استفسار، يعني القرحه ديت ليها علاج؟ ده كلام جاوبناه المره اللي فاتت، نعيد الكلام مره اخرى، لا يوجد شيء في الطب الحديث اسمه قرحه، وكل ما يقال للسيدات عن هذا هو وهم يصدر للسيدات، والقرحه ليست التهاب في عنق الرحم وليست التهاب مزمن في عنق الرحم، وقد انتفى هذا الاعتقاد في الطب من سنوات طويله، والقرحه وتقرح وما كان يقال عليه مثل هذا اللفظ ناو الان يعرف بانه اكتوبي او خروج للغشاء المبطن لعنق الرحم، وهذه القرحه المزعومه ليست سببا لتاخر الحمل، لا كانت من سنين ولا هي الان، وبالعكس كي هذه القرحة هو ما قد يحدث تلف في الأنسجة التي تفرز المواد الزلالية من عنق الرحم وضيق في عنق الرحم، وهي من الأسباب التي قد تؤخر الحمل. يعني الكي مضر ولا يجب إجراءه تحت أي مسمى، ولا يجب إيهام السيدات بسيدات أخريات يمارسن هذه المهنة بأن عندها قرحة وأن حلها أنها تتشال، لأن هم لا يوجدن من فنون هذه المهنة سوى هذا اللفظ. معنا اتصال تليفوني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا فندم. لو سمحت، انا متجوزة بقالي 2 سنين. ايوه يا فندم. وما حصلش حمل. جوزي عمل عملية التوالي وطلع في التحليل ان حركة الحيوان ضعيفة خالص. ايوه يا فندم، عنده ضعف شديد في حركة الحيوانات المنوية. فمش لاقي حل، يعني الدكتور ادانا 3 شهور علاج، ومهم 3 شهور، بيجي لي سنه واربع شهور في 3 شهور كورس علاج، 3 شهور 3 شهور 3 شهور، يعني نيجي لحضرتك في المركز ولا هاد غير نتعرض على في امراض ذكوره؟ بص يا فندم، اولا حضراتكم حتى لما بيكون نجاوب على السؤال ده، لما بيكون في مشكله واضحه في الزوجين او عند الزوج، يعني اللجوء لدكتور تاخر حمل بالزوجه كمان مطلوب. ده طبعا امراض ذكوره مش تخصصي، وانا لا اعتدي على تخصص حد زي ما بنحبش حد يعتدي على تخصص، لكن الست تيجي هي وزوجها في ايام الدوره بتاعتها، نقوم ندرس هرموناتها ونشوف هي عندها مشاكل ولا لا، ونقوم نعمل له تحاليل ونعمل تحاليل لهرموناته ونشوف هل في ممكن علاج له ولا في سبب، ولا نحيله لدكتور ذكوره، ولا نقول للناس اعملوا حقن مجهري. الكلام هنا بقى قرار، هيبقى قرار صائب وحكيم، لان احنا بنشوف الزوجين مع بعض. فرجاء الحضور لمركز متخصص لتاخر الحمل في ايام الدوره، ده الامثل. طيب ايام الدوره يا دكتور؟ ايوه يا فندم. ثانيه واحده حضرتك اقفلي اسمعيني من التلفزيون، هقول اهو الكلمه مره واحده، في ايام الدوره. السؤال على طول هيبقى اللي بعده، اليوم الكام منها يا دكتور؟ الاجابه على طول في اي يوم من ايامها، يعني ينفع اليوم الثالث، ينفع، ينفع الرابع، ينفع، ينفع الخامس، ينفع، ده الخامس ده بتكون الدوره خلصت، ده الحديث اللي بنشوفه كل يوم، لو سمحتم الاتصال اللي بعده بقى، ده الحديث اللي بنسمعه كل يوم، ايوه ينفع. شكرا يا دكتور. العفو يا فندم. السلام عليكم، بقالي 3 ايام وهدخل الشهر الثالث، امبارح عملت اشعه ظهر نبض، ممكن اوقف السيدوفاش طبعا المطلوب. انا زينب من ليبيا، والله اني احبك في الله، احبك الذي تحبين فيه، حامل في نهايه الثاني، العلم بينزل مني دم اكرمك الله، في حبوب تثبيت
وزرابيط وابر تثبيت ونبض الجنين ظهر، مريضه بتكيس مبيض وعندي تجلط في الدم، هل يستمر الحمل مع العلم بوجود دم؟ وما نصيحتك ليه مع العلم ان الحمل حصل بعد 4 سنوات؟ الالتزام بالراحه التامه في السرير والالتزام بالاخذ العلاج والمثبتات ومتابعه جيده لل الحمل، يعني ان شاء الله تبقى الدنيا كويسه. هل معانا اتصال اخر؟ استاذ صالح اتفضل. الاستاذ صالح الاتصال راح. طيب لو سمحت، في اليوم ال 12 كان عندي بويضه مكتمله وبها نطفه، لا يوجد شيء مثل هذا في الطب، مفيش حاجه اسمها نطفه، مفيش حاجه اسمها نطفه، مفيش حاجه اسمها بويضه وفيها نطفه. تمام؟ ما حصل نزول افرازات صفرة اللون، الم شديد من المبايض، ارجو الافاضه مع ان حاليا ننزل عليها افرازات صفرة وسائله وبرائحه الخل مثل حرقان المهبل والم في المبايض كل نصف ساعه، فما هذا؟ مع العلم ان يوم ال 15 من الدوره الشهريه يجب عمل سونار مهبلي عند طبيب جيد متخصص. السلام عليكم، زوجتي مريضه روماتويد، عندها ورم ليفي حجمه 2 سم. الرساله دي مهمه، الرساله دي درس وتمرين مشهور لاطباء تاخر الحمل. الاطباء بقى اللي بيتابعوا الحلقات يسمعوا كده نشوف الدنيا فيها ايه. بص، زوجتي مريضه، شوف طبيب تاخر الحمل يجب يكون بيفكر في المعطيات بتاعه المساله اللي بتجيله ازاي. زوجتي مريضه روماتويد، عندها ورم ليفي حجمه 2 سم في جدار الرحم. الجدار الرحم ده المفروض ما يمنعش حمل وحجمه صغير. ما الوسيله المناسبه لمنع الحمل علما بانها يحدث لها نزيف اثناء الدور وعندها دوالي في الساقين؟ خلي بالك بقى، تمرين هنا في ايه؟ في ان الناس اللي عندهم روماتويد دول وبيبقى عندهم دايما زياده في نسبه الجلطات زي ما هو بيقول، فلو قلنا انها تاخد اقراص منع الحمل ده هيزود نسبه تجلط الدم وهيعمل تنشيط لمرض الروماتويد، وعندها دوالي في الساقين وهنا مش مستحب كمان اقراص منع الحمل، وعند الذهاب الى دكتور الدوالي طلب منها الا تاخذ اي وسيله بها هرمونات. مظبوط، يبقى طبيب الجراحه قال كلام مظبوط والمفروض طبيب الروماتويد يقول كلام مظبوط. ولا لكي ورفض حقن الدوالي، طبعا غالبا الدوالي دي دوالي بسيطه، افيدونا افادكم الله. لو قلنا للست دي تركب لولب يبقى احنا هنزود كميه الدم لان اللولب بتزود كميه الدم، ومطلوب الا تستخدم وسيله هرمونيه للمعطيات اللي احنا قلناها، يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنفكر في ان الزوج يستخدم وسيله، وهذا ما سيرفضه الازواج في المنطقه العربيه نتيجه للتغول الذكوري وللانانيه الذكوريه. تمام؟ ملهاش اي تفسير اخر، وانا ما بعرفش يعني اكون مجامل في كلماتي. طيب البديل الثاني اذا رفضوا الكلام ده، نستخدم اللبوسات المهبليه اللي كانت المدام بتتصل من شويه وبتحكي عليها وبتقول انا بستخدمها وهي نسبه فشلها 30% كوسيله لمنع الحمل. طيب ممكن نستخدم الاثنين زي ما هي كانت بتستخدم، وعشان نعلي نسبه الكفاءه، طب عايزين وسيله تبقى اكثر ضمانا، يبقى الست دي تستخدم لولب هرموني. يوم اللولب الهرموني الهرمونات اللي فيه هتسمح بان الورم الليفي ما يزيدش في الحجم، هتسمح بان كميه دم الدوره والامها يبقى اقل، وجرعات الهرمونات اللي فيه بسيطه جدا ومحدوده التاثير على بطانه الرحم وما بتروحش للجسم عامه، وبالتالي مش هتحدث جلطات ومش هتحدث ولا اخره. طيب سؤال تاني بقى، اذا الست دي كانت بتشتكي بتاخر حمل، ها مين شاطر يقول؟ لو ست زوج كده بيقول انا مراتي متجوزين بقالنا 2-3 سنين ما بيحصلش حمل مطلقا، قالوا لنا ان في ورم ليفي وقالوا لنا ان حجمه صغير وانه في عضله الرحم ولا يمنع حمل، والست دي ما حصلش حمل لحد دلوقتي ومفيش سبب واضح لتاخر الحمل وهي مريضه روماتويد، مين طبيب نابه يقول المعطيات دي تساوي ان لازم نفكر في ايه؟ طيب ونبقى نجاوب بعدين. يعني معانا احلام، اتفضلي يا احلام. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا عايز اعمل اشعه سونار مهبلي. ايوه. لو سمحت لازم تكون المثانه يعني مليانه ولا فاضيه؟ لا السونار اولا الست اللي مش حامل لا يفيدها السونار من البطن، ده نمره واحد، لازم سونار مهبلي. حتى الست الحامل قبل اكتمال شهرين حمل لازم سونار مهبلي، واي سونار بيتعمل من البطن لست مش حامل او ست حامل في اول شهر هو خداع. نمره اتنين السونار المهبلي. يا دكتور انا مش حامل يا دكتور. انا عارف يا فندم، انا بجاوب عموما. لو سمحت اسمعيني بعد اذنك، لو سمحت الكنترول خليكم معايا بس اسمعيني بعد اذنك. حضرتك اما الستات اللي مش حوامل يجب انهم يعملوا سونار مهبلي، وعند اللجوء للسونار المهبلي على عكس السونار من البطن يجب ان تكون المثانه فارغه. امتلاء المثانه اثناء السونار المهبلي
مش هيعوقوا الرؤية، لكن هيخلي إجراء السونار المهبلي أكثر تعبا للسيدة اللي بتجريه وللطبيب اللي بيجريه، لأن المسامة لما بتتملي هتزق الرحم للخلف ولأعلى، وجايز تبعده عن منطقة الحوض هو والمبيضين، فيبقى الرؤية والأعضاء اللي عايزين نشوفهم بعيدا عن مدى السونار المهبلي، لأن السونار المهبلي له مدى في الحوض بس. فنلاقي ست مثلا عندها أورام ليفية كبيرة مكبرة الرحم ووصلها لحد السرة، نقوم نلاقي السونار المهبلي ما يشوفش الرحم ده لآخره، لأنه بيشوف الجزء اللي في الحوض. هو السونار المهبلي مسته إنه هو الدبس الاختراق بتاعه عالي والرؤية واضحة جدا، بس محدودية المنطقة لا يتعدى منطقة الحوض، فأي حاجة برا الحوض إلى البطن مش هيشوفها السونار المهبلي. طيب عايز أسأل، سونار ثلاثي الأبعاد بتعمل في أنهي أسبوع من الشهر الخامس؟ بدءا من تاني أسبوع من الشهر الخامس. حامل في توأم في آخر السادس والرحم مفتوح من أول السادس وجالي نزيف مثل الدورة، أخبرني الطبيب إن الأجنة بخير والمية والنبض جيد وكتب لي دافلون وحقن كبرون، التزم بالراحة والعلاج ونرجو من الله ألا يتكرر، وهذا وارد الحدوث في السيدات الحوامل في توأم. أعتذر لإزعاج حضرتك، حفظك الله لنا وبارك لك في كل ما لديك وحقق لك كل ما تحلم به، أمين يا رب. سؤالي، هل البطانة المهاجرة من الدرجة الأولى سيأتي يوما تصل للدرجات المتقدمة والصعبة من هذا المرض؟ هذا نادرا ما يحدث، هذا سؤال دايما يدور في أذهان وخلد السيدات، نادرا ما حدث هذا، ونادرا ما وجدنا هذا، ونادرا ما رأينا هذا. الدرجات البسيطة من البطانة المهاجرة الدرجة واحد أو اتنين نادرا ما تتطور، ونقدر نقول كده إنها لا تتطور لأن لم نرى ده إلا بنظرة شديدة جدا جدا جدا. البطانة المهاجرة إما أنه مرض من درجة متقدمة من الأساس، بتيجي الستات بالدرجة 3 أو 4 بأكياس دموية على المبيض أو المبيضين والتصاقات في الحوض وتأثر بالسلب في الأنابيب، أو تيجي الست بدرجة بسيطة من البطانة المهاجرة درجة واحد أو اتنين وقد تنتقل ما بينهما، لكن نادرا دول بيبقوا كاتيجوري ودول كاتيجوري، دول نوعية ودول نوعية. نادرا ما نشوف واحدة من بطانة مهاجرة درجة أولى وهي حاجة وعشرين سنة حاجة وتلاتين سنة، وبعدين لقاها في آخر التلاتينات انتقلت إلى الدرجة تلاتة أو أربعة، نادرا ما حدث هذا لدرجة إن احنا بنعتبرهم إنهم يعني مجموعتين منفصلتين من المريضات. مع العلم ان عملت كي للتجمعات الدمويه ولم انجب من 5 سنوات واخشى ان تصل للدرجه الثالثه او الرابعه مع خالص شكري. حضرتك ان شاء الله تسعي للحمل، بمجرد حدوث حمل يكتمل 9 شهور هيحدث ضمور جيد جدا لهذه البطانه ولهذا المرض، ويبقى حضرتك عندك فرص جيده جدا لحدوث الحمل. معانا هبه، او حدوث حمل وتهبيط المرض وعدم ارتجاعه يعني. معانا هبه، اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه انا هبه عادي يا دكتور، مريضة عندك في العيادة. ألو. تفضلي. أيوة يا دكتور، هبة كانت عاملة شعب الصبغة عندك وحصل حمل، وهي دلوقتي بقالها شهرين بالظبط، راحت تعمل إشعة وكده قالوا لها ما فيش نبض في الجنين، وكل ما بيروح بيظهر خالص. طيب ربنا يعوض عليها، والحمل ده مش كويس ومش هيكمل اذا كان اللي حضرتك بتقوليه صحيح وينزل. ايه علاقه بقى المقدمه بهبه كانت عامله اشعه بالصبغه عند حضرتك؟ اكيد حضرتك تقصدي تقولي كده، وبعدين حصل حمل. المهم ان حصل حمل مش أيوه. كويس، ان شاء الله ينزل، وباذن الله يبقى في فرصه تانية في المرات القادمه ان شاء الله تعالى. اخر دوره كانت يوم 25/12 لحد اليوم لما تنزل الدوره، ولما اخد الكلوميدوفيسبون هذا الشهر عملت تحليل حمل طلع سلبي، تبقى صحيحه ولا عيده تاني؟ تحليل حمل سلبي خلاص يبقى مفيش حمل. السؤال ده كمان بنتساله كتير قوي، انا عملت اختبار حمل طلع سلبي اعيده؟ طيب عملت اختبار حمل وطلع سلبي اعيده في الدم؟ طبعا الدم اكتر دلاله. طيب عملت اختبار حمل وطلع سلبي اعمله رقمي؟ لا، الاختبار الحمل الرقمي ده اختبار لبيان كفاءه الحمل، جوده الحمل. لما الست تبقى حامل نقوم نعرف جودته باختبار الحمل الرقمي، يعني لازم اختبار الحمل يبقى موجب، فنقوم نقول هو اخباره ايه بقى، الحمل ايه اللي موجب، ايه اللي موجود، ايه اللي اختبار الحمل الرقمي بتاعه كذا، فنقول نقول جودته كذا. لكن واحده طلع اختبار الحمل سلبي مش حامل، نقوم نعمل اختبار الحمل الرقمي ليه؟ مع العلم ان اي رقم فوق 5 يعني ان السيده حامل، زي ما حد كده حاول يفكرني ويقول لي خد بالك ان اختبار الحمل انا عندي حاجه و40، فلما قلت ضعيف قالت لي هو مش فوق 5 يبقى في حمل؟ ايوه فوق 5 يبقى في حمل، شكرا لتذكيري، لكن فوق 5 يبقى في حمل، بس حمل كفاءته ايه وجودته ايه؟ الرقم ده ما هواش رقم جيد. هنا برضو من الاوهام
عندي 31 سنه متزوجه من 4 سنين، معي طفلين بقيصريه، بعاني من ضيق المهبل. دكاتره كتير نصحوني بعمليه اسمها عمليه توسيع المهبل، لا يوجد في الدراسه الطبيه مثل هذا. وبعض الدكاتره قالوا العمليه فيها خطوره. هو انا عايز افهم يعني، يقولوا لي كده العمليه اللي هم ناويين يعملوها اسمها ايه؟ يعني اسمها كده يقولوا لي انتوا درستوا لنا في كليه الطب عمليه اسمها كذا، فاحنا بنقول للست دي اعمليها. و لان احيانا المهبل بيوسع اكتر من اللازم، وانا بستخدم ملينات وجل وقت الجماع، وبرضه الدكاتره بتقول ان كتر استخدام الملينات غلط. في ايه؟ لانها بتضر الرحم. في ايه؟ مفيش اي غلط خالص. الجل والملينات اللي بتدخل داخل المهبل دي دكاتره النساء ليل ونهار بيستخدموها عند اجراء السونار المهبلي، فلو كان في منها ضرر لكان بالاحرى ان الدكاتره مش هيعملوا الكلام ده. نشوف هنا برضو ده بيحكي على نفس الكلام اللي كنا بنقول عليه. انا عمري 30 سنة وعندي طفل عمره سنتين من حقن مجهري، الدورة جات لي يوم 10/1، بعد انتهائها نزل عليا دم، وكان حصل لي كده في شهر 5 اللي فات. عملت اختبار حمل وطلع حمل اهو، عملت اختبار حمل طلع موجب، وعملته رقمي بقى. لما طلع موجب عملت اختبار حمل رقمي وكان 39، وبعدين قال له بقى 22، ورحت للدكتور طمني انه كان جوه الرحم. طبعا انا ببتسم، لانه هو الدكتور لا يمكن لنا ولا هو ولا اي حد في الدنيا يعرف هو داخل او خارج الرحم. عندما يكون هرمون الحمل اقل من 1000 فاجراء السونار لبيان الحمل داخل او خارج غير مجدي. طب نعمل السونار ولا ما نعملوش؟ نعمل عشان نشوف في ظواهر اخرى او مشاكل اخرى ولا لا. لكن حد شاف ان الحمل داخل الرحم وطمن حضرتك عليه، وتلاقيه كمان عمل سونار من البطن وتحليل هرمون الحمل 22، هذا شيء مبكي، بلاش نقول مضحك. واعطاني ميزوتاك. المره دي الدكتور لم يرى شيء بالسونار. هنا بقى دكتور بيقول الحق الحقيقه، وطلب مني تحليل حمل الرقمي وعملته طلع 63. هي اللي كانت بتحكي ده كان في حمل فات، عملت تحليل حمل رقمي طلع 63. طلب مني اعيده بعدها بيومين للاطمئنان انه بيقل، لكن ولا لا، لكن التحليل طلع 94. واتصلت قال لي خدي مثبت وفوليك، وطلب مني اعمل سونار، وطلبت منه اعمل سونار قال لي الرقم ده قليل ومش هيبان حاجه، فطلبت منه اعيد تحليل مره اخرى فوافق، وعدته بعد 3 ايام وطلع 149. وكلمت الدكتور وقال النسبه قليله، اعيده بعد يومين تاني، فانا لسه اروح اعمله بكره، وانا متخوفه من انه يكون حمل خارج الرحم. سواء داخل او خارج لا يمكن القطع، هو داخل او خارج طالما هرمون الحمل اقل من 1000 والسونار المهبلي غير مجدي. لكن سواء كان داخلا او خارج الرحم فهذا حمل غير جيد، وهذا حمل ضعيف، وهذا حمل غير مبشر باستمراره اذا كان اللي ما تقوليه والتحاليل اللي بتقوليها صحيح. واذا كان هذا صحيح فهذا الحمل سينتهي لذاته بالوحده كده سواء داخل او خارج، واذا لم ينتهي لذاته فيمكن علاجه بحقنة تنهي الكلام ده دون اللجوء لاي تدخلات جراحية زي ما حضرتك خايفة انه يحصل. طيب السلام عليكم، انا كنت عامله منظار بطن تشخيصي عند حضرتك، وحضرتك لقيت عندي بطانه مهاجره في الحوض، وادتني علاج تهبيطي وما خدتش تنشيط، لان زوجي حلل لقينا عنده ضعف الحركه، حضرتك قلت لي تابع. الحمد لله بعد العلاج التهبيطي بدون حبه منشط واحده انا حامل، مبروك. اخر دوره ليا كانت يوم 20/12/2015، رحت لدكتور في محافظتي شاف كيس الجنين، وصف لي دوفاستون لمدة 3 شهور وأسبوسيد وكوبال وحقن بروجست، وطلب تحاليل كتيرة مني، وقال لي أروح له بعد أسبوع من اليوم. يا ترى أنا كده ماشية صح مظبوط؟ وتنصحني بإيه وإيه التحاليل المطلوبة، خاصة أن سبق حصل إجهاض قبل المنظار؟ طبعا أهم تحليل مطلوب الوقتي أن حضرتك زي ما كنا بنقول تعملي اختبار حمل رقمي عشان بيان جودة الحمل وكفاءته. وألف مبروك وربنا يتم لحضرتك بخير. الست دي كان عندها إجهاض سابق ثم فترة طويلة من تأخر حمل غير واضح السبب، غير معلوم السبب، وأشهر أسباب تأخر الحمل غير معلوم السبب هو البطانة المهاجرة. فلم أودي لا تكتشف إلا بمنظار بطن تشخيصي، وعند عمل منظار اكتشفنا وجود البطانة المهاجرة وتم كيها وأخذ علاج تهبيطي، وكان المفروض نبتدي ناخد تنشيط عندها. مع إعادة تحليل الزوج اتضح إن في ضعف في تحليل الزوج، فيعني الخطوات الحقيقه احنا ماشيين مظبوط تماما. اجلنا التنشيط شويه وخدنا علاج لتحليل الزوج بعد 10 شهور من تحسن تحليل الزوج حدث حمل. مبروك والدنيا كده ماشيه كويس والسيناريو طبي جيد جدا. يجب ان حضرتك
تعملي اختبار حمل رقمي في الدم وتتابعي الحمل ده كويس وتتابعيه مع طبيب كويس عشان يعني ان شاء الله يستمر، لان زي ما حضرتك بتشوفي الحمل كده ما بيجيش بسهوله. في نقطه تانية الحقيقه، المره اللي فاتت برضو خرجت من البرنامج لأفاجأ بسيل من الرسائل على صفحه البرنامج، كلها جت في وقت البرنامج، فوق عن 15 رساله. هذا يعني فوق الطاقه ان يجي كل ده في الوقت الضيق ده. الناس اللي بتبعت الظاهر فاكره ان انا بقرا الرسائل على الهواء وان الرسائل اللي بتوصل لي اقراها على الهواء. يا ريت كان الوقت يسمح بكده. احنا بيبقى عندنا فوق عن تقريبا 200 رساله على الاقل خلال الاسبوع، وبنجيب عليهم كل 6-8 ساعات، بتفرغ للاجابه عليهم ومش قادرين وغير مرضي كمان الكلام ده. فالرسائل اللي عماله تيجي على صفحه البرنامج، ارجو من الناس انها تعرف انها مش بتتذاع البرنامج على الهواء، وبالتالي التمهل في ارسالها مش لازم في وقت البرنامج. الحقيقه برضو انا احب ابعت التحيه عشان هي حضرتك ساره، هي كاتبه اسمها يبدا بساره، وبتقول انا لبنى من الجزائر. الرساله دي وصلت من ساعه او من 4 ساعات من الحين بالظبط. انا لبنى من الجزائر، ربي يبارك فيك واولادك يا اعظم دكتور، يا ريتنا في الجزائر عندنا دكتور مثلك نتباهى به امام الدول والعالم، ولكن لا باس فانت لم تتركنا ابدا، نحس انك بعيد عنا. اظنك حاسه عايزه تقولي انك مش بعيد عنا. دعواتنا لك دائما في الغيب ان يجعل لك الله من اهل الجنه، وشكرا لك على كل شيء. شكرا لك ولك ولكل اهل الجزائر، اكثر دول العالم تواصلا وحبا وتقديرا لهذا البرنامج، لكم جميعا كل التحيه. والحقيقه يعني الداعي لاخيه بظهر الغيب اللي ما اقدرش اقول غير ولك مثله كوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإذن الله تعالى يعني نكون على قدر ثقة حضراتكم فينا. ومتشكر لحضرتك جدا 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 على ما أولوتميه ليا من ثقة. كل السيدات وكل الأنسات، أرجو أن لو سمحتوا نراعي بس قواعد إرسال الرسائل على صفحة البرنامج، والتمهل وانتظار الإجابة علشان ما يبقاش رد الفعل ان احنا نوقف الإجابة وتبقى بس خلال الحلقة، وده يخلي ناس مش قادرين نوصل لهم بما ينتظروه مننا. كل السيدات وكل الأنسات، بشكر حضراتكم على التواصل، وبشكر كل من قال كلمة جيدة على صفحة البرنامج او على الاتصال التليفوني المباشر. بدعو لحضراتكم ان يهبكم الله من خزائنه التي لا تنفذ، واذكر كل المتأخرات عن الحمل ان الحمل هبة من الله سبحانه وتعالى، يهبه لمن يشاء وقتما يشاء كيفما يشاء. تعالى وتعاظم علمه عن علم العلماء، فهو العلم المطلق والقدرة المطلقة، ووعد الله سبحانه وتعالى أن الحمل هبة منه، وما نحن سوى أسباب، ونمشي على خطوات وعلم وطب. قد يتضح بعد فترة أن الخطوات اللي بنعملها الوقت غير صحيحة لأن الطب بيتطور، لكننا مسؤولين وملتزمين بأن نمشي على صحيح هذا العلم الذي نتبعه. فإذا خلفنا يبقى احنا ما بنعملش صح، فإذا عملنا الصح وأراد الله فهذه إرادة ومشيئة وقدرة الله، وليس علم عالم ولا طب طبيب. فإذا اجتهدنا وعملنا الصح ولم نلاقي توفيق الله فهذه إرادة الله فوق علم العلماء. أما إذا لم نتبع الخطوات العلمية الصحيحة ساعتها يبقى علينا أن احنا كأطباء نندم وعلينا المساءلة. كل السيدات وكل الأنسات، للأسف كالعادة الوقت مر بينا، أرجو نكون بالبشرة جينا، وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا، وبإذن الله أجلكم في معادي بلا تأخير، حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي شعاع نور ينور طريقنا، ودايما يا رب اللي بينا وشكرا. بشرت خير والله وهلت، والبركات في البيت حلت، الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا.